ماما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو هتصوبي لينا؟ هنصوب إن شاء الله واحد الحلوة حتى هي اقتصادية. إن شاء الله. حتى هي اللي عندنا في الدار. إن شاء الله. بالليمون بلتشي. مناسبة العيد. إيه ديال العيد إن شاء الله دواز داتاي. إن شاء الله. كتكلف شي مقادير بزاف غير اللي عندنا في الدار. شنو عندنا فيها؟ عندي إن شاء الله هنا نص كيلو الفرس. عندي جوج بيضات. عندي خمارة ونص. 12 غرام. إيه شوية الملحة. عندي هنا نص كاس الليمون معصرة مصفي. بلا سكر بلا سكر يكون مزيان داك المزيان ماشي داك الجاري. عندي هنا كاس الزيت كاس السنيده وعندي هنا الروح داك المركز هو اللي غادي فعاود ندير الليمون محكوك قشور الليمون محكوك كندير هاد المركز وراه فيه شويه ديال السكر هذا اللي كنا درناه في القناه اللي كنا درناه في القناه راه موجود اللي ما كيبغيش الحلاوه ما ينقص من السنيده الا دار هذا بالنسبه لي ما داروش اللي ما داروش راه هو هذاك الحلاوه هي هذيك وكيدير اللي ما دارش المركز يعني باش يعوضو الليمون محكوكه قشور الليمون قشور الليمون محكوك ان شاء الله الليمونه هي التشينه ديال التشينه نبداو الحام كيقولوا الليمون وراه باللغه العربيه راه الليمون الحام يلا نبداو نبداو ان شاء الله بسم الله دابا عندنا هذا الفرصه مغربل بسم الله نديرو البيض بسم الله بس نوصل يدي ونرجع لك دابا غادي ندير الملحة غندير هاد الليمون ونخلط هاد البيض مزيان بحال هكا مع هاد السنيدة اللي ما بغاش كيخلط هادشي في الاول غير الا خلطتي هادشي في الاول كيخصك ديري طحين على حساب الخليط الا مشيتي الا بغيتي تخلطي المقادير كلها في الاول تبقى ديري الطحين على حساب الخليط خصك تزيدي واقيلا شويه الفرصه ولا فهمتي ولكن هي 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 ماشي بحال حتى دابا نتي تقولي زعما الا كان البيض كثير ولا شي كبير بغيت نقول لك الا شتو جاري ما غنزيد شويه الفرص بحال بحال انا غادي نزيد داك الروح داك المركز هذا روح طبيعي روح طبيعي روح طبيعي بالنسبه لي ما شافوش يقدر يشوف راه موجود في القناه دابا الا شفتها جاريه شويه راه نزيد شويه الفرص بحال الاول بحال الثاني هانتي مزيان كنزيد داك الزيت تنخلط كلشي نخلط داك الزيت مع هذاك الشيء في الوسط مزيان خلطتو مزيان هذا الشيء راه هو دخلتو مزيان حتى تخلط مزيان سواء درتي في الاول ولا في الثاني بحال الحال انا غادي نحط هذيك الخميره اللي حتى هي غربلتها نخلطها مع شويه د الفرص بحال هكا باش تجيني ساهله تخلط صافي غادي نبدا نجر دابا الطحين شويه بشويه الى شتها جاريه نزيد شويه د الفرص بحسب البيض واش كبير واش صغير واش هذه كتجي جديده كنا كنديروها زمان قديمه هاد الوصفه ماشي كتجي جديده فينا كتدوز داتاي يعني اقتصاديه خصوصا مع هاد الحجر الصحي دابا هاد الحجر الصحي دابا ما كاين لا كرجع داكشي القديم ما كاين لا كبغزال ولا محنشات ولا هادشي دلوز حيت خصو القوام خصو القوام كلشي بلايص مسدودين فين تطحني فين تقادي لا ما بنا المقدي باش ما كان دابا كيبان ليا غنزيد شويه الفرصه نجوا ان شاء الله كتكون قاصحه ولا رطبه شويه بين وبين ولكن بانت ليا شويه جاري نزيد كاس زيد نص كاس ونشوف لا غير نص كاس دابا اللي جريها شويه هو هذيك النكهه ديال اللي درنا ديال المركز ديال الفريغو هذا حيت شويه جاري دابا دابا اللي عنده هذيك اللي كتباع داك النكهه اللي كتكون موجوده في الاسواق هذيك ما غاديش تجري لي راه يدير منه غير راس المعلقه صافي الا حكيتي القشور ديال الليمونه ما كتجريش دابا هذيك جرى لي شويه داك الشيء جات شويه الفرص ملي زدت هذا داك الشيء جات شويه الفرص ما هو راه كيجي نيشان هو كيجي هو هذاك نيشان شي المرات اللي كان ابيض مقاد صافي دابا غادي نجمع الحشوه ديالي ونرجع ان شاء الله ونعاود نشوفو هانتي دابا شتي جات جاريه ودابا ما كنحيدش هذا الشيء بالطحين هادشي اللي في يديا ما نحيدوش بالطحين باش ما تجينيش العجينه قاصحه وكان ملي كنبغي نقاد القصريه كندير لها شويه زيت بحال هكا
هكا وكنقادها غير بالزيت، حيت الا زدت الطحين غادي تقصح لك الحشوه وما غاتجيش ما غايجيش صابلي زوين. انا دابا انا دهنت كل هذه بالزيت، جمعتها بالزيت وديتها بحال هكا بالزيت. صافي الفورس دي سيرين سكاسيك ستين هانتي كيفاش كتجي، ما خصهاش تشد لك بزاف وما خصكش تبقى تجمعيها بالطحين والسوسي ديك بالطحين باش ما تجيكش قاصحه. صافي دابا ان شاء الله غادي نجيو نبداو نصوبو. ما كتخليهاش ترتاح؟ لا لا ما ترتاحش، لا بالعكس خصك تزربي عليها تفيها الخميره. تفيها الخميره نبداو نطلقوها نيشان. نطلقوها نيشان وحده وحده، شتي ردات كتخمر كتقولي انت خاصها السرعه خاصها مع الحراره كتكمل. هاد هاد المراشم هادو هما اللي غتستعملي؟ هما اللي غنستعملي تصاوب عندي في الدار. اللي ما عندوش المهم هي مرشم ماشي مشكل، حتى الهلاليات بالكاس دابا تصاوب ولا بهذا مثلا ولا بهذا غنشوف اللي جاتني جاتني مزيانه نديرها. المهم اللي عنده موجود اي مرشم ماشي ضروري، ماشي ضروري بدا تصاوب عندنا. كيبغيو حتى الدراري الصغار دابا هذا الشكل غادي غادي ندير لها ندير لها الميكال تحت. انت ما عرفت ما نديرهاش رقيقه، ما نديرهاش غليظه شويه مايان مايان تكون شغيده ما تكونش رقيقه. احنا دابا بدينا سنيده درتي فيها الفاني. هي سنيده درت فيها واحد فاني باش تعطينا نسمه زوينه، اللي ما بغاش ما يديرهاش ماشي ضروري. وهذه اول وحده صوبنا. نكملو نكملو ان شاء الله كله هكا. انت هي بحال هكا انت ديال الشكيلات ياك الشكيلات غتقدي طبعي فيهم بربعه ما يشدوش لك ليسباس، تخلي شي فشي بحال لعبه. ايوا دابا انا غير كنحط عشوائي 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 انت هي بحال هكا. المهم انا غادي نقلع بعدا هادو من بعد عاد نبدا نطراسي كلشي عاد نهز. دابا باش نوريك بعدا وحده كيفاش كتندار، هي بلا بيض بلا والو، بلا بيض بلا والو، ولكن ما تكونش العجينه قاصحه كما وريتك. فهمتي ما كديريش من التحت مثلا؟ لا ما ديريش من التحت غتحرق، الا درتي من التحت غتحرق ما تلصقيهمش بزاف حتى تنفخ شويه. فهمتي اما ديري هاد الكاغيط ولا ديري ميكا بحال من الاحسن الكاغيط كيشرب شويه، الميكا كتلصق كيزيد يجريها. انت شتي ماشي سهله ايوا هكا حتى نسالي كل شيء ان شاء الله. هاديك هاديك الصحه دابا غنكملوها بهذه الطريقه. ايوا قضي وعدي وصافي قضي وعدي ماشي مكان الظروف اللي حنا الحمد لله ويدوزها بخير وعلى خير ان شاء الله. صافي دابا خدينا الفكره نكملوا باش نزربوا على العجينه. باش نزربوا على العجينه هي ان شاء الله. ديتو ساليت هاد الطبسيل بعدا الاول غنديرو في الفران، الحراره ديال الحلوه معتدله ما تكونش مجهده، شعليها لتحت بوحدو شي 150 درجه 160 ان شاء الله. هاد الحلوه هي على نتوجد شوفوا هاد الطبسيل بعدا وجد غنخرجو شتي. هذا هو اللون ديالو اللي كيشد كيكون الله يعطيك الصحه جات غزاله. كتجي فنه حتى الريحه ديالها عطيها ريحه ديال الليمون. الله عليك جات الحلوه غزاله زوينه. بسكوي عادي بسكوي عادي ما فيهش ديال زمان ديال زمان ما فيهش مشاكل بزاف ما فيهش مقادير عادي ديال هذا الوقت كتجي رائعه. جا مقرمله جا زويونه شتي دابا هاد جات كتجي مقرمله وزويونه مع داك السانيده كتقرملها. وكاين اللي بغا يدير لها الزكزاك بالشكلاط ولا يفينيها بشي حاجه ممكن، شي حاجه من السما بالليمون ممكن. بنادم اللي بغا يزوقها غير دابا حنا عينا بداك الزواقه والتزواقات غادي كنخليوها سامبل، خلينا لها سامبل وما راه ليهم الاختيار يديروا لها الزواق اللي بغاو. اللي ما بغاش شي واحد يدير سنيده من الفوق شنو يدير لها؟ اه نقول لك يدهنها بالبيض وجوزي فيلي ممكن يجي ياك صد الحوايج طلعت اللي عندهم في الدار. هي كتجي زوينه بهاك هذيك الخدمه القديمه القديمه كتجي احسن. وتا اللون جا غزال تا اللون تا هذاك الليمون
كيعطيها لون زوين. حلينا حيده بسم الله. عندي قط مقرمشه مقرمشه جات مميز فيها هو في هذاك المذاق ديال الليمون، فيها المذاق زوين مع ديك جرائع داك المركز، المركز كيعطيها واحد اللوغو زوين. المهم شكرا ماما، شكرا. جات تحفة حلوة ديال هذا الوقت، ديال هاد الظروف. ما نقدرش نكلفوا راسنا بزاف د الحوايج، اللهم بنادم يقضي باش ما كان طبيعة الحال. وهي زوينة مع حطيناها مع القهوة، حطيناها مع أتاي، جات رائعة. قبل كاع ما نقدموها حنا كلينا سلكناها، جات فنة. دابا بقى لي غير قبل ما نمشي تقول لهم طريقة ديال الاحتفاظ، يعني هما دابا لا صوبوا باش قال لهم خاصك تسديها بشي حاجة باش مدة طويلة باش ما ترطبش. لا كتبقى مدة طويلة بحال بحال الصابلي، بحال الصابلي كتبقى زعما ماشي، وغير خاصك تسد مزيان باش ما تدخلهاش البرودة. وطول طاول 6 أشهر بلا كونجيلاتور بلا ثلاجه بلا والو، غير برا. ماما شكرا، شكرا على هذه الوصفه، الله يعاونك في وصفات اخرى ان شاء الله، وطبيعه الحال تكون اقتصاديه ان شاء الله. باش مبروكه علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. وصلنا لنهايه الحلقه، كنتمنى تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش شاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسميه للقناه، وكذلك مشاركه المحتوى مع الاصدقاء، والاشتراك بالنسبه للزوار الجدد، والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناه سيده الدار. والى اللقاء.